الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا من كنوز الباقيات الصالحات. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حسنه الألباني في صحيح الجامع، والأرناؤوط في زاد المعاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.